رح اروح على الشاليه ورح احكي مع هالبنت. وشو بدك تحكي معها؟ بدي بهدلها طبعا. على شو بدك تبهدليها؟ باي صفه؟ امي انت لا تتدخلي. انا ليكي اذا ما رحت وفهمت هالبنت حدها رح تضل حرقه بقلبي. في عندي كلمتين حلوين لبنت الخادم الحلوه، خليها تعرف مع مين عم تلعب. بالاول بدي اياك تنزليني بالسوق، بعدين روحي واعملي اللي بدك يا بانو. لا تجيني بعدين عم تشتكي. انا ما عاد احكي بهذا الموضوع ولا كلمه. انت شو مفكره حالك عم تعملي؟ شو بدك فهميني؟ اه قولي لي ليش ما بدك جوكهان وبانو يضلوا مع بعضهم؟ هنن أصلاً منفصلين يا سيفيش. أنا عملت هيك لحتى تحكمي عقلك وتعرفي تفكري. الشخص الوحيد اللي ما بيحكم عقله هون هو أنتي. هو ما بده هالشي سيفيش، أنتي بسبب طمعك مانك شايفة ابنك. بالعكس أنتي اللي مانك شايفة شي بنوب. احكي احكي لشوف شو يلي بدك تقولي يا سيفيش. تعرفي شو بدي أقول؟ إذا عرف علي حكمت إنه سلجوق هو اللي فلت الأحصنة من الإسطبل هداك اليوم، انتي برأيك شو رح يعمل؟ وانا كمان عندي فضول اعرف شو رح يعمل. بس يعرف اخي انك كذبتي عليه هاي الكذبة الكبيرة، وانه اتهمتي زينب بكل يلي صار. انتي برأيك وقتها شو رح يعمل يا سيفيش خانو؟ جيت لحتى نحكي بوضوح أنا وياكي بخصوص شو؟ أنتي مفكرة أنه فيكي تاخدي جوكهان من بين إيدي؟ ما بعرف إذا هو كان معك، بس يلي بعرفه كتير منيح أنه علاقاتك ما بتهمني بنوب. بصراحة كل شي صار واضح هلا. بنت خادم الإسطبل حطت براسة ابن البيك، هذا هو الوضع. بس في شي نسيتي حبيبتي زينب؟ أنا لكي بانو، أنتي حلوة وغنية ومو ناقصك شي، رح تكوني مبسوطة شي يوم. هذا اللي بتقدر تخبرك يا بنت خادم الإسطبل. مغرورة وبلا ترباية، خلصت بيتي هالمكان مو هيك؟ ضل أو بروح هذا الشي ما بيخصك أبدا. بس لا تواخذيني، ما رح أسمح لك أنك تقللي من قيمتي. ليش أنا لسه حكيت شي؟ ما رح أسمعك. إذا كان في علاقة وأنت بدك تنقذيها روحي واشرحي مشكلتك لجوكهان. أنت شو عم تعملي هون؟ خبروني إنه زينب بدها تترك المزرعة. وأكيد ما نك جاي لتوديها. لا جوكهان، جيت لهون لأحكي معك، عم دقلك على موبايلك وما عم ترد. أنا لو فاضي كنت رديت يا بانو. وهلأ عن إذنك. بس أنا كنت ما زعجتك بالحكي مو هيك؟ هالبنت ما بتزعجني جوكهان. بانو مشوش مخها شوي هالفترة. لو سمحت ما تخبرني هالشغلات، هاي بتضل حياتك الخاصة. زينب أنا قلتلك من قبل بانو ما لها علاقة بحياتي الخاصة. جوكهان أنا ما عندي وقت ضيعه بهالشي. معك حق وأنا كمان. يلا تعالي. لوين رح نروح؟ الأسئلة ممنوعة. أنت
انت فكر رح تخوفني؟ انا من عائلة باشات، علي حكمت باشات. انا بعرفك منيح يا علي حكمت، الشاردة والواردة، ثروتك مزرعتك. ايه شو رأيك نبلش بثروتك؟ انا زعلان عليك يا علي حكمت، الامور عم تصير كتير سيئة. بكفي، رح تصير الامور اسوأ هكان. بكفي، ما عندك مصاري، ما معك لستين سنة، ما رح تقدر تسد كل ديونك يا علي حكمت. خود هدول وعطيني السندات، بعت الأحصنة لكان، ما هيك؟ عم قل لك خود هالمصاري. ما رح تقدر تسد بهدول المصاري ولا حتى نص السندات يا علي حكمت. انت بدك تشلحني اللي فوقي واللي تحتي؟ ايه، ما رح خلي لك شي، رح اعمل فيك اضعاف يلي عملوه فيني عائلة الباشات يا علي حكمات. شو عملت لك عائلة الباشات ولك؟ انت واقف عم تتمسخر علي يا علي حكمات؟ ولا فات ذاكرتك؟ طبعا لما تكون ايد الزلمة معباية دم هيك بده يكون الوضع. شو عم تقول يا هاكان؟ عم قول انت قتلت اخي، وقفت مع مرت أخي نادرت وسرقت مني كل شي بملكه. تذكرت هلأ ولا كفيلك يا علي حكمت؟ يا ريتك متت مع أخوك بحادث السيارة اللي عمله وخلصنا منكن أنتو اتنين. لسه رح تقول كلمة يا ريت كتير يا بيك، بأكد لك أنك رح تقولها كتير لما أنا انتقم منك ومن بنتك اللي سودت حياتي، بس رح يكون فات الأوان. رح أقتلك بإيدي ولك، ما حدا بيقدر يزيلي بنتي. مسك مساك، خده من ايدي وقتلني. قتلني، يلا قوس، يلا قتلني يا علي حكمات. أنا ما رح لوت إيدي فيك. بعيد على المزرعة. تذكرتي هالمكان؟ معقول ما أتذكر؟ قديش كنا نجي لهون ونحن صغار؟ كنت جنبي، ما
أخي. بانو، اجيت حياتي. بانو يلا تعالي واحكي لي، رحتي شفتي البنت؟ امي حبيبتي، بعرف انه رح يكون الوقت اتاخر، بس تقري هي رسالة وما رح تسامحيني ابدا. بس انا يا امي بحب جوكان اكثر ما بتتخيلي. اليوم مرة تانية تأكدت إنه خسرته تماما، وأملي انقطع، وهي الحياة من دونه ما بتعني لي شيء. ما فيني أتحمل، أنا ما بدي أعيش. بنتك اللي ما بتليق فيكي بانو. لما تخانقت مع ذو الفقار وطلعت، أنا كتير انشغل بالي عليك علي حكمة. أنا قلت لك لا تخافي. حتى لو قلت لي، قلبي ما عم يطمن بنوب. خلصنا من ذو الفقار وخليه ينقلع. ألف مرة قلت لك ما تحشري إنفك بشغلي، ليش ما بتسمعي اللي بقوله؟ ليش؟ أنا حاسة حالي عايشة مع قنبلة ببيتنا، ماني مرتاحة بالمرة، كل الوقت متوترة علي. خلص قلعوا لذو الفقار مشان الله خليه بعد عنا بقى. بالعكس، لازم يضل قدام عيونك يا سيفيش، عم تفهمي؟ ماشي، خليه لحتى يجي يوم ويمسك ابنك من ايده ويقول له انت مانك ابن علي حكمة الحقيقي. ايه؟ انت هيك بدك يعني؟ ما بدهم اياها لزينب، انا ما عاد فيني ضل اكثر. يعني كل حكينا راح الفاضي يا ذو الفقار؟ ها؟ أنا كل هالعمر درست وعلمت بنت هوليا على الفاضي؟ حكان بيك، أنا لحد اليوم كل شي عم تطلبه مني عم أعمله، وعشت كل هالسنين بعيد عن بنتي، ما رحت لعندها حتى. بس بكفي لهون، محل ما بتكون بنتي رح كون أنا. أوعك تنسى أنها مو بنتك يا ذو الفقار. هي بنتي، أنا اللي ربيتها، وما في ولا أثر عن أمها بنوب. أنت كمان انسى هذا الحب يا حكان بيك. أنت حكيت عن القصة لحدا؟ كيف؟ قلت لحدا أو حدا عنده علم إنه زينب هي حفيدة علي حكمة؟ طبعاً ما قلت لحدا يا بيك، معقول أحكي هيك شي؟ شو باخد زينب بإيدي على الموت؟ قلي الحقيقة وما تخاف. وحياة زينب ما قلت لحدا شي أبداً، وما حدا بيعرف القصة. إيه وبحياتك ما رح تقول لحدا شي. زينب؟ أنت منيحة؟ منيحة منيحة. لما تكون موجود أنا كفي، رح أشتاق لهالأماكن. يا ريت ما بتروحي يا زينب. زينب أنا ما بدي هالشي يخلص. بدي أقول لك شي يا جوكا. قولي. أنا بدي ضل هون.